السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم والدي الشرقية. يا شباب، ترى احنا حين دخلنا في شهر 10 في عز الصيف. نصيحة لوجه الله تعالى، ونصيحة، واللي يبقى حلاله ما يموت وما يفقده بإذن الله تعالى. ما هو شرط نستخدم خلطة والدي الشرقية، يعني إذا أنت استخدمت خلطة والدي الشرقية بطريقة صحيحة وأنت مكانك فيها بكتيريا ولا قضيت على البكتيريا، ما راح تستفيد من خلطة والدي الشرقية. الحين احنا دخلنا في شهر 10، يفضل تغيير رمل الحظيرة مضبوط، تغير الرمل حق الحظيرة، وبعد ما تشيل الرمل حق الحظيرة طال عمرك تخلك كرولكس، تعطيك كرولكس جلاس او جلاسين. اوكي، جلاسين كويس، زين، جلاسين على حسب مساحة الحظيرة، زين. تقريبا هذه قيمتها 8 ريال يا شباب، وانا كل سنة اسويها. ما شاء الله، ترى احنا حين دخلنا في شهر 10 في عز الصيف طال عمرك، واللي ما يعطي وقاية من خلطة والدي الشرقية ويستخدم الديتول وكرولكس يقضي على البكتيريا، صدقوني يا شباب ما راح يستفيد، رايح تموت نص الحلال. هذا انا صبيت الديتول وصبيت كرولكس طال عمرك، وبعلمك من الحين. هذا انا كل 10 ايام اسوي هذه الحركه، اغير انظف المكان، ارقها يعني، واصب لهم كرولكس والديتول وارق الحظيره. اوكي يا شباب، الحين بوريكم الموجوده البراقيط اللي تصير تحت المحاكر الطيور والدجاج. فيا شباب الله لا يهينكم، دخلنا في شهر 10، تنظيف الحظيره من البكتيريا وتحط رمل جديد وتعقمها بالديتول وكرولكس. معاكم والدي الشرقية، بنروح الحين نقول حياكم يا احلى متابعين. طبعا هذه رقيت الحظيرة، اوكي، شلت اللي هو البكتيريا اللي فيها باذن الله تعالى ان شاء الله يعني. وكيف اقضي عليها؟ قبل ما احط الرمل الجديد ارشها بنفس اللي علمتكم اللي هو الديتول والكرولكس، ارش المكان، نعم، ارطبها ترطيب مضبوط. طبعا الطيور نصها طالعه، شوف الحظيره مفتوحه نصها طالعه، شوفهم كلبوهم برا. بعد ما ارش المكان احط لهم اللي هو الفرش الجديد اللي هو الرمل الجديد. بعد ما احط لهم الرمل الجديد هم ارشها مره ثانيه، لان في بكتيريا بتصير تحت لازم تقضي عليها بالكرولكس والديتول. اوكي يا شباب، وبعد ما احطهم الرمل الجديد ارش عليها ثانيه من الكرولكس والديتول. ولا ننسى المكان هذه، طبعا انا نظفتها، الحين ارش عليها اللي هو نفسها كلوركس وديتول وديتول في كل مكان. شوف هذه منظفه، انا لما تحتها عيال ما ميداني يا شباب، هذه كلها رشها داخل هنا في الفتحات، لازم ارشها تحت هنا لازم ارشها. بعد ما ارشها بالديتول والكرولكس احط رمل الجديد يا شباب، وهم اعود ارشها. اذا حطيت رمل جديد ثانيه احط اللي هو اعقمها بالديتول والكرولكس، وكذا نسويها لو كل اسبوع مره. صدقوني طول فتره الصيف باذن الله تعالى ما تشوف له عندك امراض، وان شاء الله الطيور ما تموت عليك باذن الله تعالى. وحياكم يا شباب في ثقافه عامه، معاكم والدي الشرقية، حياكم. ايوه يا احلى متابعين، بعد ما رشيتها شوفوا، خليت الرمل يكون زي الرمل القامق شوي، شوف كلها عقمتها والله يا شباب، انها طلعت هذه شو اسمها، تسموها عواوي ما ادري، المهم يعني حشرات الله لا يوريكم اياها بفضل الله. طبعا وهالديتول وهالكرولكس ده قضيت على البكتيريا، استمروا طول شهر الصيف، لو كل اسبوع مره ولا مره او مرتين. شوف والله مساعة هنا كلها طلعت الحشرات من هنا كلها، رغم اني انظف، بس تدروا مزرعة يا شباب حظيرة ما تخلى منها الحشرات. يعني خلطة والدي الشرقية مع هذه الطريقة بإذن الله تعالى شوف طيورك بإذن الله تعالى تتغير، والدجاج والصيصان. شوف الحين كلها فرشتها بالكرولكس والديتول، الحين احط رمل جديد. شوف 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 يا شباب، شوف 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 ها شوف هذا يخنق، شوف ها، شفتوا يا شباب هذا اللي قصده، شفتوا هذا اذا ولد هنا مشكله، شوف ها يختنق ويطلع من جحره يموت على طول.
ما يقعد هنا. لو تسوى هذه الطريقة شوفوا، لو تشوفوا هنا يا شباب صغار، دار مدار الحظيرة من برا ومن داخل، نستعمل هذه الطريقة بإذن الله تعالى راح تشوف التغيير عندك. أنا الحين خلصت المكان، يبيلي بس أحط الهرم الجديد وخلاص. شوف شوف يدخل هنا، أنا أرش عليه بإذن الله تعالى ما نشوفه هذا. رش في كل مكان يا شباب، بس انتبهوا المكان اللي فيها صقار وبيض زي كذا لا يصيبها. ورجعت لكم يا أحلى متابعين، بعد ما شلت الرمل القديم حطيت رمل جديد طال عمرك، لأن في دخول الصيف لازم كل سنة أسويها أو كل 3 شهور أشيل الرمل القديم وأحط رمل جديد. معلمتكم قبل ما أفرش الرمل الجديد لازم أعقبها بالكرولكس والديتول طال عمرك، بعد ما أحط الرمل الجديد هم أعود ثانية وأرش عليها بالكرولكس حق التعقيم يا شباب. زين، للوقاية كل 2 أو 3 شهور يفضل ان نغير الرمل، اللي حاب يغيره يغيره. ما تنفع خلطة ولد الشرقية والمكان كلها بكتيريا يا شباب، لازم تقضي على البكتيريا اللي داخل الحظيرة يا شباب. الحين احنا في دخول الصيف، في عز الصيف، ترى الامراض تنتقل عن طريق الجو، اوكي، والبكتيريا ما ترحم. واحنا الحين في دخول الصيف يا شباب، الله الله، لازم انك تغير رمل الحظيرة وتحط رمل جديد، إن كانت حق الصيصان أو كانت حق الدجاج طال عمرك أو كانت حق الطيور. شوف ما شاء الله هذه صحة الطيور بفضل الله، بفضل خلطة ولد الشرقية، وهم التعقيمات مفيدة يا شباب. وإحنا في عز الصيف يعني ما عندك مشكلة، لو عبيتها هذه كل يوم علبة ماية مع كرولكس مع ديتول وترش على الطيور ما عندك مشكلة، تسبح الطيور بهذه الطريقة من الديتول وتعقم المكان يفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا رشيتها مساعة والحين جالش أرشها مرة ثانية أعقم المكان يا شباب، أعقم المكان، لازم تعقيم في دخول الصيف يا شباب. يقول لك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، إذا عقمت المكان بإذن الله تعالى واستخدمنا خلطة ولد الشرقية بإذن الله تعالى تشوف عندك الطيور تتكاتف بإذن الله تعالى. وهذا عندك الدليل يا أبو الشباب، وهذا عندك الدليل، وين بعد يا أبو الشباب؟ شوف حتى المكان هذا عقمتها، شوف، وهذا عندك الدليل يا أبو الشباب، كل مكان تشوف هنا بيض بيض يا شباب. عقموا المكان، تعبت وانا اتكلم في دخول الصيف، الصيف ما يرحم لا بشر ولا طيور ولا صيصان ولا حيوانات، ما لنا الا هالطريقة هذه، نعقم المكان طال عمرك ونرشها بالكرولكس والديتول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف هاك رشيت عقمت، الحمد لله رب العالمين. الحين اقعد وانا مبسوط ومرتاح، عقمت المشارب، عقمت كل شيء، علي بس اسكر اللي هو بكره الصباح يدخل الطيور، واسكر باب الحظيره واعطيهم من خلطه ولد الشرقيه. طبعا اعطش الطيور من الساعه 5 العصر لين الساعه 9 صباحا يا شباب، اوكي، وتقدم لهم خلطه ولد الشرقيه. طيب يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي يبغى خلطة ولد الشرقية يتواصل معاي على رقمي الخاص 0544204431. مع تحيات ولد الشرقية من الأحساء، السلام عليكم.